المسح الرأس للمرأة هل يكفي أن تمسح مقدم الرأس فقط في الوضوء؟ المرأة والرجل فيما يتعلق بمسح الرأس على حد سواء، لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمسح الرأس بين الرجال والنساء، كما الآية فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للرجال والنساء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجال والنساء في هذا شيء واحد، وبالتالي الاجتزاء على بعض الرأس في المسح للعلماء فيه قولان، جمهور العلماء على أنه لا يجزئ أن يمسح بعض رأسه، بل المطلوب هو التعميم لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وبينه فعله صلى الله عليه وسلم بأنه مسح بيديه من مقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فإذا مسح بالتعميم فإنه يكفي ولو لم يرد اليدين لحصول التعميم بهذا، تعميم مسح الرأس بهذا، إلا أن يكون على الرأس شيء من عمامة أو خمار يشق نزعه، فهنا إذا مسح على العمامة أو الخمار وما ظهر من رأسه من شعر رأسه فإنه يكفي.